بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى مدينة عدن بعد 4 أشهر من القتال. حجم الدمار في المساكن والبنى التحتية والخدمية واضح ويفاقم من معاناة الناس، لكنهم متمسكون باستمرار حياتهم الطبيعية في تحد وإصرار على تطبيع الوضع وعودته إلى سابق عهده. اليوم والحمد لله نجد أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها، وإن كانت هناك بعض المنغصات وبعض النواقص التي ما زلنا نبحث عنها. اليوم تتجه عدن إلى البناء، تتجه إلى إعادة الحياة بشكلها الطبيعي. الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين باتت من الماضي، كما عادت الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بعدما كانت أسعار هذه المادة الحيوية مرتفعة بشكل جنوني إبان سيطرة الحوثي، وبشكل أرهق المواطنين وفاقم من معاناتهم. الوضع المعيشي والأمني لمدينة عدن عاد إلى استقراره وإلى حد كبير. رجال تنظيم المرور عادوا إلى الشوارع المزدحمة بالسيارات، كما أن المراكز التجارية هي الأخرى ازدحمت بالمتسوقين بعدما عادت السلع للتوفر بشكل طبيعي. أحب أقول لكم بأن الوضع عندنا في عدن الحمد لله الحياة استقرت ورجعت لحياتها الطبيعية. نطالب دول التحالف بالالتفات إلى مدينة عدن واليمن. يعني يبقى الهاجس الأكبر لسكان عدن هو سرعة عودة الخدمات من كهرباء ومياه، إضافة إلى عودة المرافق الحكومية إلى تأدية واجبها، خصوصا مراكز الشرطة التي تسهر على حفظ أمن وسلامة المواطن ضمن القانون. ما أن وضعت الحرب أوزارها حتى عادت الحياة تدريجيا إلى مدينة عدن. العدنيون عانوا كثيرا من فصول هذه الحرب، إلا أنهم يؤملون على دول التحالف التي وقفت معهم في هذه الحرب أن تقف معهم في السلم والبناء. لقناة العربية، عادل اليافعي من سواحل البريقة بمحافظة عدن.